حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نعود للحوار مع ضيفنا الكريم المفكر والدبلوماسي السابق والكاتب الدكتور حسن الزيدي. أهلا ومرحبا، حياك الله دكتور. شكرا، أهلا أستاذ سليمان، وشكرا لكم وفي قناتكم الحقائق في الوثائق. يا مرحبا. في كتاب حضرتك حياتي، نعم، يعني اللي ضمن 586 صفحة وتحدثنا عنه، نعم، بالحلقات السابقة ما أنطينا يعني سلطنا الضوء عليه، ذكرت عن تجربتك في الوظيفية والحزبية في كل من إيطاليا، حيث عملت كسكرتير صحفي، وفي فرنسا بعد تجربتك الطويلة هذه في الخارج. كيف يقارن الدكتور الزيدي بين النظام السياسي في الدولتين؟ تفضل دكتور. بالحقيقة طبعا هو سؤال صعب، عادة هو سؤال يفرض بالعكس، لماذا يذهب الآخرين للبعثات أو الزمالات أو الدراسات إلى الخارج؟ عادة يعني قبل بالعصور الوسطى كانت بغداد مثلا هي مركز يجوها أجانب يدرسون من مختلف الدول، وأشبيلية وغرناطة وقرطبة وطليطلة كانت أيضا مراكز ثقافية، بمعنى أنه لما في مركز ما في مكان ما من العالم في نهضة معينة تنقص مجتمعات أخرى، فيضطر الناس يذهبون إلى الطرف الآخر. نعم. مجتمعات العربية طبعا مع الأسف صابها منذ زمن طويل ما يسمى بمرحلة التراجع، يعني كان ماضينا جيد نهضوي حضاري، يعني عدا فترة السومريين العباسيين العفو والآشوريين والبابليين والإسلام الأول في بداية خاصة العصر العباسي المأمون والرشيد، لكن صار عندنا تراجع وانعطاط، وأيضا في العهد العثماني زاد هذا الانحطاط مع المغول إلى آخره. بينما أوروبا لما كانت في العصور الوسطى وإحنا في العصور المتقدمة الآن صار العكس، الحقيقة هم تقدموا علينا وإحنا صرنا في العصور الوسطى، فصرنا نطلب علومهم، ولذلك أكثر أطباؤنا ومهندسينا بل حتى بعض رجال الدين من عندنا سواء بالأزهر أو بقوم أو بغيرها يذهبوا بالنجف، يذهبوا للدراسات في أكسفورد وفي السوربون وفي ليد في مكانات أخرى وفي هولندا دراسات خاصة بالأديان. ولذلك أوروبا خاصة القلب أوروبا الحقيقة الثقافي كان أيضا اليونان، اليونان تراجع لصالح الإيطاليين، والإيطاليين هم يعتبرهم أهل النهضة في فرنسا وفي بريطانيا وفي ألمانيا، وطبعا لا زالت إيطاليا تعتبر يعني ذات حضارة قوية لأنه كانت عبارة عن إمارات ودوقيات كل واحدة منها تشكل شبه دولة تقريبا، يعني يسموها سيتي إيتا، شو قبل السومريين كان عبارة عن دويلات ومسيجة الأكد ونبور وسومر وإلى آخره دويلات، ولذلك روما لم تكن وحدها هي المدنية، إنما كان أكو عدة محطات فيها، ولذلك في إيطاليا في نهضة، يعني عندك مثلا دانتي على سبيل المثال أبو اللغة الإيطالية مثل شكسبير أبو اللغة البريطانية وهكذا، وعندك مولير أيضا يعني يعتبروا أبو اللغة الفرنسية أو طور اللغة الفرنسية بنشاط المسرح، فلذلك ظهرت عندهم علوم متنوعة ليس فقط بالعلوم الصرفة، يعني علوم بالموسيقى، العلوم بالأدب، العلوم بالتكنولوجيا أيضا، ولذلك صارت تهوى لهم قلوب العالم. أما أنا من رحت في إيطاليا طبعا احنا نقول عندنا مناعة حضارية، يعني عندنا باك جراوند حضاري، لكن اضطرين نتعلم اللغة، فندخلت في دورة لتعلم اللغة الإيطالية حتى نتعامل مع العالم، لأنه الدبلوماسي
كلمة الدبلوماسي هو معناه مروض أو يتعايش بين حضرتين، ينقل ما عنده ويأخذ ما عند الآخر، وليس فقط متلقي إنما يأخذ ويعطي. وإذا لم يكن عنده شيئا فيكون ضايع في الحق، إنما يأخذ ويعطي. نحن العراقيين وكثير من الأمم الأخرى عندنا شيء نعطيه، ولكن ينقصنا أشياء أخرى وهي التقنيات والمعارف الجديدة. في إيطاليا كان وفي بعض أوروبا الغربية خاصة ما يسمى بالحرية الفكرية. الحرية الفكرية أنه إمكانية التحدث بمختلف الآراء. كانت صحافة مثلا عديدة، صحافة الفاتيكان لا زالت أوبزرفاتيرو رومانو تعتبر صحيفة مهمة جدا، أفضل مما موجود في كل الكتيبات موجودة عندنا مع الأسف في النجف وفي قم إلى آخره. جريدة معتمدة ومكتبتهم ضخمة، وعدهم مساجيرو، وعدهم الريبوبليكا، وعدهم أيضا التومبو، عدهم مجموعة صحافة نشطة وثقافية، فكنا نأخذ منها ونتعلم منها بعض المقالات بكيفية التحرير والكتابات إلى آخره. كان عملنا مراقبة وأخذ وعطاء من هذا العالم الواسع بالإعلام وقرية التحرير والمسرح والسينما، وعندهم طبعا هم مختلف الأنشطة. أيضا احنا كنا نبعث مثلا الفرقة القومية أو دار الأزياء العراقية، وجبنا الفنان منير بشير الموسيقي، فخلقنا نوع من العلاقة الثقافية بين الحضارتين بين الثقافتين. هذا كان عملنا نقل تجارب متباينة بين الشعبين، فكانت تجربة حقيقة كلش مهمة، ومثلها تجارب في لندن وتجارب أخرى في 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 فرنسا إلى آخره. حقيقة كانت تجربة غنية جدا بالنسبة لي. دكتور، يعني تعتقد أن تجربتك في إيطاليا بالعمل الصحفي كانت ناجحة في السفارة العراقية؟ أريد أأكد على موضوع لفت نظري كتاب السفير يكتب للمخابرات إلى وزير الإعلام حول يعني ما جرى من مشاكل بينك وبينهم، أريد سلط الضوء على هذه الحادثة، هذا الموضوع. نعم نعم، الحقيقة كان احنا تدري يعني كان عندنا سفيرنا، أنا من رحت بال76 كان سفيرنا الدكتور المرحوم إسماعيل مرزا، كان عميد كرة الحقوق سابقا في بغداد إذا سامع به، أبو رسل وأبو هديل، رجل وقور خريج فرنسا، هو أيضا دكتوراه بالدستوري واختصاصه بالدستور الليبي بالأصل، فكان رجل يحتضن ما يسمى بالكوربو دبلوماتيكو، يعني عندنا مستشار عسكري وعندنا مستشار تجاري وعندنا قنصل وعندنا مستشار صحفي، فنشكل إحنا الكادر الدبلوماسي إلى السفارة. كان الرجل هو طبعا ماركسي، الرجل كان يتعاون ويانا بشكل إيجابي ويحترم تخصصاتنا وأنشطتنا. لما نقل إلى بغداد ومر بظروف متباينة مع الأسف، حتى تعرض إلى العقوبة من بغداد، سحبت منا اللقب العلمي تصور مع الأسف، فجاءنا منذ الرونداوي المقدم الركن الطيار منذ الرونداوي نقلا من فرنسا، بعد أن كان في فرنسا وصارت أكو مظاهرات صارت ضد السفارة وقتل بها شرطي فرنسي، فنقلوه إلى 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 إيطاليا. فلما جاء بإيطاليا هو بالحقيقة لم يكن دبلوماسيا، تصرف وكأنه بقى الطيار منذ الونداوي، راكب الطيارة ضرب قصر وزارة الخارج العفو وزارة الدفاع، وضرب عبد الكريم قاسم، وضرب عبد السلام، فبقى يتصرف مع الكوادر مع الأسف بعقلية العسكري المتعجرف، وطبعا الرجل مات الله يرحمه. ولذلك أنا بالنسبة لي كبعثي أحترم نفسي بثقافتي بتجربتي الأخري، لم أسير ضمن الخط اللي هو راده، يعني هو ساروا مع بعض المجموعات مع الأسف اللي ما كان بعملية دبلوماسية، فكان جمع حوله ما يسمى بالباندي أو جروب، وقسم آخر كان وليد السامرائي الله يرحمه أيضا، وأنا
كنا من الناس اللي لم نتفق معه في السياسة. فقرر بالواقع أن ينقلنا، يعني هو كتب إلى ليس فقط إلى وزارة الخارجية، إلى المخابرات بحكم علاقاته الواسعة مع برزان مع غيره إلى آخره عنده. ولذلك لما فهو تصرف بعقلية عسكرية، عندنا المستشار العسكري مثلا عنده سيارة مرسيدس بلون خاكي عسكري، فأخذها منه مثلا أنه قال لها ما تركبها اشتري غيرها لهذه. وأنا بالنسبة لي كنت حاولت أكون خارجي خارج الخط، يعني ما كنت مع التيار اللي هو حاول يخلقه بالعقلية العسكرية. وإحنا تعرف أنا رجل مدني ورجل أعتبر الدبلوماسي اللي هو عنده علاقات وليس فقط يداوم من التسعة ويروح لبيتهم إلى آخره. الدبلوماسي الصحيح يقول عنه ما يتعشى في بيته، لازم دائما بيته مفتوح وعلاقات مع الآخرين، مع السفراء العرب ينتظروا أوروبا كلها بها سفارات عربية وأجنبية إلى آخره، فلازم تتعاطى. ولذلك هو اعتبرني، يعني كتب علي تقرير، والتقرير طبعا مشهور بكتابي، من جملة النقاط السبعة اللي كتبهم أنه أنا خامل مثلا وأتعاون مع الشيوعيين وعينت واحد شيوعي ومرت واحد شيوعي بالقسم الصحفي مالتي، ولم ألتزم بالسفارة بالخفارات اللي هو فرضها يعني. ولذلك كتب إلى المخابرات رأسا وليس الخارجية، فالمخابرات طلبوا بنقل خدماتي خدمة المصلحة العامة. في الوقت اللي كان وزيري المباشر الأستاذ سعد قاسم حمودي المرحوم قد زارني بعد أن جاء من تونس، كان حضر مؤتمر عدن حياز، جاء من تونس وسويت له خلال يعني 24 ساعة ندوة محترمة في جمعية الصداقة العربية الإيطالية، وحضرها السفير السوري أستاذ فاروق الشرع وموجودة صورته بالكتاب مالي، ومحمد صبرة مدير الجامعة العربية أيضا في إيطاليا وعناصر أخرى، بينما السفير أتومان أدبيا لم يحضر. تعرف هو عنده موقف من سعد قاسم حمودي وأخوه جعفر قاسم حمودي إلى آخره، لم يحضر إلى الندوة. ولذلك طلبوا عودتي وتقرر هكذا مع محاولة الأستاذ سعد قاسم حمودي أنه يستدعى البغداد ويفتهم من شو الموضوع وحيل الموضوع إلى المكتب الثقافي. وقرر سعد بعد أن شاف الموضوع مغلق أنه أرجع إلى بغداد، ورجعت إلى بغداد بعد شهرين واحترمت نفسي طبعا، لأنه لو يعني هذه أرحم يعني أحسن تجيني عقوب أسوأ مما كنت أتوقع. دكتور يعني الكتاب يعني قرأته، لاحظت أنه اتهامك يعني بالتعاطف أو الانتماء للحزب الشيوعي، يعني حضرتك كنت بالحزب الشيوعي قبل انتمائك للحزب البعث؟ لا لا أبدا، أنا كنت بعثي من 56 إلى 88، كنت يعني أتعاطف وتعاون طبعا معه، يعني مو بمعنى التعاون، أنا كنا في جبهة وطنية بال 57 واختلفنا بال 59 وصارت بيناتنا صراعات قوية وتم اعتقالي، لكن أنا كمفكر كوطني أعتبر حزب الشيوعي حزب وطني، يعني ما ولو ميولة إلى موسكو، إحنا ما نقول عمالة إلى موسكو، لكن هو عنده أفكار. وأكثر حزب بالحقيقة بتاريخ العراق حتى الآن هو ضحى بكوادر وعنده فكر جيد، فكر ليبرالي، فكر ديمقراطي. فإحنا أنا بالنسبة لي أنا نعم بعثي وأؤمن بالفكر القومي البعثي، لكن أعتبر الحزب الشيوعي هو حزب وطني يجب أن تعاون معه بكل حالات، ويبقى أفضل من الأحزاب الإسلامية السنية والشيعية معا بالحق. هذا رأيي أنا طبعا. دكتور، هل حافظ الحزب الشيوعي على وطنيته كما تفضلت حضرتك، يعني وأنت معاصر للحزب الشيوعي من الخمسينيات القرن الماضي ما بعد الاحتلال عام 2003،
يعني أيد العملية السياسية وكان شريك بالعملية السياسية وتحازب تحالف مع الأحزاب الدينية الطائفية وراح مع جماعة يمكن مقتل الصدر على ما أعتقد. نعم نعم نعم. فهل بقى محافظ على هويته الوطنية وعلى مبادئه وقيمه اللي تتعارض أساسا مع قيم الاستعمار والإمبريالية والرأسمالية؟ نعم دكتور. طيب احنا اذا نريد نقيم الحزب الشيوعي ايضا لازم نقيم حزب بعث. حزب بعث ايضا ارتكب جرائم ضد العروبة، ضد فكر العروبة بغزوة الى الكويت، ضد حسن الجوار. هذه واضحة ومعترف بها دكتور. طيب. احنا هذا نحكي عن الحزب الشيوعي، حزب البعث له ما له عليه وانت سيد العالمين. من انت عن حزب البعث كمؤرخ عنده كذا كذا، هذه واضحة تتفضل تتحدث عنه، لكن ده احكي عن الحزب الشيوعي مشاركته بالعملية السياسية ما بعد الاحتلال. نعم، الحزب الشيوعي عليه مآخذ كثيرة وطنيا. الأول أول شيء بالحركة مايس ب42 اعتبرها حركة هتلرية، لم يعتبر حركة وطنية. هذا أول مأخذ عليه بالحقيقة، بينما هي حركة أنت عدو صديقي. فالضباط الأربعة العقداء الأربعة مارسوا عمل وطني، حاولوا أن يستغلون الظرف الحرب، وهي مثل ما الفيتناميين استغلوا الحرب العالمية الثانية وأعلنوا حربهم ضد فرنسا. فهو الحزب الشيوعي اعتبر حركة، لم يؤيد الحركة، هاي أول خطأ وطني يسجل عليه. الخطأ الثاني لما صارت الحرب العالمية الثانية وهو كان يحارب الإمبريالية والإنجليز بما في الإنجليز، لما هتلر هاجم ستالين، فاضطر ستالين يتحالف مع تشرشل ومع الرئيس روزفلت، فاضطر الحزب الشيوعي يغير فلسفته ويصدر بيان أرسل إلى السفارة البريطانية أنه نضع خدمتنا معكم ضد النازية. مع العلم أن النازية لم تكن ضدنا بالحقيقة، يعني أنا وطني محتل من الإنجليز وليس من الألمان، فمصلحتي أقاتل الإنجليز وليس الألمان. هذا خطأ آخر. بعدين مواقفه المتطرفة ب59 أيضا، يعني ميل الشديد للاتحاد السوفيتي وبعده عن العروبة بشكل وبآخر، هذا أيضا نحن نسجل عليه. ثم الموقف الآخر الأخير مع الاحتلال بمثل بحميد موسى اللي كان ضمن 25 اللي حضروا مجلس مع الحكم. الاحتلال وساندوا الاحتلال وكان مع برايمر، وكذلك موقفه بحركة سائرون أو انتخابات السائرون، هاي تسجل عليها مواقف. لكن ماكو حزب كامل ناقص من كل الأشياء، يعني أنت ما تقدر. ولذلك هو مع كل هذا أنا بالنسبة لي إذا قسته مع حزب الإسلامي أو يسمونه حزب الإسباني أو مع حزب الدعوة اللي هو حزب رجع متخلف أو الأحزاب الأخرى، يبقى الحزب الشيوعي بكوادر بعناصر نزيهة ووطنية. فلا احنا لا يقول مثل يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. فاحنا ناخذ من الحزب الشيوعي ايجابياته. انا انطلق من منطلق وطني، انا الان لست بعدي حزبيا لكنني وطني، اؤمن بالجبهه الوطنيه. نحن نحتاج جبهه وطنيه لهذه الهجمه الكبيره الرجعيه المتخلفه المصب علينا من ايران ومن الامريكان. كيف نقضي عليها؟ نقضي عليها بقوى الخير تجمعي، بقوى الاكراد، بقوى السنه، بقوى كل وطني نزيه بغض النظر عن وطنيته. احنا نحتاجه لهذا الوطن الجريح المعذب من كل اطراف. ولذلك حزب الشيوعي عنده عيوبه كاي احزاب اخرى، لكن الاحزاب الاخرى ايضا عندها عيوبها، مجرمه وقائنه وعميله وسارقه وقاتله واذت. حزب البعث الان يعتبر مجتهد. فلذلك بينما عن الشيوعيين التقي به في بغداد قالوا احنا لم نوقع على اجتثاث البعث مثلا بقرار قانون اجتثاث البعث، قالوا انتم عندكم مثلا تؤمنون بالعلمانيه، تؤمنون بتحرير المراه، فاكو مشتركات بينه وبين الشيوعيين، مشتركات البعثيين مع الشيوعيين اكثر من مشتركاته مع الاسلاميين. انا رجل علماني، انا اتعاون مع الشيوعي
ولا أتعاون مع الإسلامي. هذه حقيقة أنا أؤمن بها بالحقيقة. دكتور، على ذكر الأحزاب اللي عملت بالساحة العراقية منذ التأسيس ولحد الآن، يعني نأخذ بشكل خاص يعني الفكر الشيوعي، الفكر القومي، يعني العلمانية، الإخوان المسلمين، زين بشقيها يعني الشيعي والسني، نعم، الحركة الإسلامية إخوان مسلمين وأحزاب دينية شيعية، يعني هاي الأحزاب لعبت على الساحة العراقية. نعم. منذ التأسيس لحد الآن شنو اللي حققته للشعب العراقي، يعني من خلال يعني تجربتك وفهمك لفكر هذه الأحزاب، يعني الساحة العراقية أصبحت حقل تجارب لهذه الأحزاب. برأيك أي الأفكار العقائد لهذه الأحزاب اللي تصلح لنموذج يحتذى به ينهض بالشعب العراقي؟ أولا، فكرة الحزبية هي فكرة ليست بدعة، هي فكرة إنسانية قديمة. بلش مثلا اليونان كتبوا لريبوبليك لا بوليتيك، وفلاطون وأرسطو كتبوا كتب عن السياسة وعن الجمهورية، وبالقرآن كل حزب بعد فرحون أكو كلمة الحزبية وكلمة التحزب وكلمة بالمناصرة والمعاضدة. الأحزاب بالعالم الآن، أكثر الأحزاب بالعالم المتقدم اللي تحكم أحزاب معارضة وأحزاب أغلبية. إحنا بالعراق وبالعالم الثالث لازلنا بعقلية العشيرة، بعقلية الأبوية، بعقلية اطيع الله والرسول ولي الأمر منكم. فمخلوطة عندنا الدين والدولة، ولذلك أحزابنا بالحقيقة كلها مع الأسف يعني الإسلام بالدستور الحلو كقرآن، لكن بالتطبيق تجد الظلم، تجد الورث مسروق من المرأة، تجد تعدد الزوجات ظلما، تجد مئة قصة تتخالف مع الدستور القرآن. الأحزاب العراقية إذا جت للواقع، أفضل حزب واقعي عملي كان الحزب الوطني الديمقراطي بكوادره الكبيرة، من الشادرشي، حسين جميل، عندك ديب الحاج حمود، محمد حديد. كانت جريدتهم الأهالي عبارة عن مدرسة معتدلة ليبرالية، كانوا منهجهم يشبه المنهج غاندي بالحقيقة. أما الشيوعي فكان تعرف شعاراتهم متطرفة، والبعثيين كانوا حالة وسطية. فأحزابنا كلها ارتكبت أخطاء، ولا زالت الأحزاب القائمة الآن، نعم، حزب الدعوة، الحزب الإسلامي، الأحزاب الكردية بالشمال، ترتكب أخطاء لأنه هي عبارة مجاميع منتفعة وما عاد ارتباطات واسعة معها. يعني مش شرط أنها تنظم كلها، تحتاج لتأييد، فهي تفقد التأييد الجماهير العام. يعني حتى حزب البعث خلال 40 سنة لم يكسب من الجمهور 10%، حتى بكل قوته وكل جبروته إلى آخره. فنحن لم نتعود على فكرة الأحزاب اللي نخرج من القبيلة، نخرج من العشيرة، نخرج من الطائفة. بعدنا متعودين نروح الانتخابات، واحد ينتخب قرايبه، ينتخب طائفته، ينتخب مذهبه. هذه بعد مع الأسف عندنا. فالعيب أيضا نرجع نقول ليس بفكرة الأحزاب، إنما بفكرة تفكيرنا إحنا كمسلمين وشعوب متخلفة، لازلنا نخضع إلى العقلية العشائرية والأبوية والمثابية. يعني أنا مثلا يجوز أنتخب مسيحي أفضل إلي من مسلم سيء، وهكذا صابئي أفضل من مسلم حرامي، والعكس المفروض يصير صحيح. الصابئي ممكن ينتخب المسلم أفضل من صابئي مجرم. ولذلك هالعقلية هاي ما عدنا إحنا الآن، ما بتكون عدنا. فالعيب إحنا علينا أن نشتغل أنه الحزبية صحيحة لأنه تجمع رأي عام. أنت شوف أمريكا، أم الديمقراطيات الآن الكبرى، بها حزبين رئيسيين، الجمهوري والديمقراطي. في بريطانيا ثلاث أحزاب مو أكثر، أيضا حزبين رئيسيين، الليبرال العمال والمحافظين. يعني أكو ما يسمى بالهرمية، ما يسمى بالرأي العام الموحد، بينما في بلادنا 20 حزب، بالسنغال تلقي 80 حزب. بتشوف هذا معناه تشتت
الرأي العام، معناه ضياع اجتماعي. ولذلك احنا دا نبقى نغرق، يعني اقصد مو بس بالعراق، بكل العالم الثالث بالحقيقة. فالعيب فينا احنا وليس بالاحزاب. طبعا راح نتوقف عند هاي الحلقة على ان نكمل في حلقة اخرى نتحدث عن التجربة الفرنسية، تجربتك في فرنسا، ذهابك لمرتين الى فرنسا، عودتك للعراق، تعلقك ببغداد، ثم عودتك الى فرنسا، كل هذا راح نناقشه بحلقة اخرى قادمة ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور وبارك الله فيك. شكرا. يا مرحبا. تسلم. اعزائي المشاهدين الى هنا ننهي حلقتنا مع الدكتور حسن الزيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.